أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما حكم السلام على المصلين بعد الانتهاء من الصلاة ومغادرة المسجد؟ هذا نقل الشارح عن شيخ الإسلام بن تيمية أن هذا بدعة، اعتياد السلام بعد الفريضة يقول بدعة. أما لو سلم عليه بعض الأحيان لأنه ما لقيه ولا شافه، يوم صلى بجنبه شافه سلم عليه ما في بس، أما أنه يتخذ عادة بعد الفريضة فهذا يقول شيخ، نقل الشارح عن شيخ الإسلام أنه بدعة ويحتاج هذا إلى، وبعضهم يقول لا ما هو بدعة، نقل الخلاف، نقل الشارح الخلاف، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنه بدعة وهو الأقرب، وهو الأقرب. نعم.